لا شيء يقدم للجنوب إلا لجانا لا تسمن ولا تغني من جوع. فبحسب النطيق باسم المجلس الرئاسي، تم تكليف وفد حكومي بالتوجه إلى المنطقة الجنوبية ومعالجة الأزمة من جميع جوانبها الخدمية والأمنية. قبل شهور حتى قبل سنوات، مشكلة الجنوب كانت وما زالت على ما هي عليه، بل تزداد سوءا من شتى مناحي الحياة، أولها الأمنية التي يعاني فيها السكان أمنا مفقودا وأمانا غائب، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي استغلتها عصابات التهريب في التحكم بأهل الجنوب وفي قوت حياتهم اليومية في ظل غياب تام لمظاهر الدولة. أما عن الجانب الخدمي فحدث ولا حرج، لا المشاهد تكفي للتعبير عنها ولا الكلام يستطيع وصف من يرى برك الصرف الصحي التي يصبح عليها ويمسي. بالعودة إلى اللجنة التي أرسلت إلى الجنوب، فربما لن تكون أفضل من سابقتها، اجتماعات ووعود ولقطات ستكون للذكرى، ثم العودة من حيث أتت لينتظر أهالي الجنوب تلك الوعود على أمل أن توفى، فما لهم إلا الانتظار.